السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسلة مطبخ أم نضال، ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا اليوم هي وهو كاطو اللي ممكن أننا نحضروه للمناسبة ديال أعياد الميلاد ديالنا. فهنا غادي نحاول نعطيكم يعني فقط فكرة كيفاش تحضروا هذا الكاطو، أيضا طريقة ديال التزيين. فهنا كما كتشوفوا أنه كان بالمناسبة ديال اللقاء اللي كان ديال الاتحاديات أو الاتحاد اليوتيوبرز المغربية لفن الطبخ في راديو أصوات، فهذا الكاطو كنت حضرته بهذه المناسبة. فهنا كان تزين يعني ماشي مع المناسبة، فأنا غادي نعطيكم هنا فكرة انتوما يعني تقدروا تزينوه على حسب المناسبة ديالكم. فخليكم معايا غادي نشوفوا المقادير، طريقة التحضير وفرجة ممتعة. إذن أول شي كنحضروا لا جينواز ديالنا كما كتشوفوا، أنا حضرتها هنا درتها بالكاكاو. غادي نخلي لكم الرابط ديال تحضير الجينواز بطريقة مفصلة وأيضا طريقة ناجحة، فغادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. هنا بعد ما كنحضروها فكنخليها كتبرد، غادي نحضر سيرو باش غادي نسقيها. فكما كتشوفوا هنا غادي نحضر سيرو ديال القهوه، فانا وضعه معلقه ديال القهوه مع معلقه ديال السكر. وعندي هنا كما كتشوفوا هذه بات تيراميسو، ففيها مذاق ديال التيراميسو. هذه فقط اضافه، كنضيف واحد راس معلقه من هاد البات، غادي تعطيني مذاق يعني لوغو ديال التيراميسو في القهوه ديالي. ثم كنقسم الجينواز ديالي للطبقات، فهنا غادي نقسمها لثلاثه ديال الطبقات، يعني ممكن تقسموها كيف ما بغيتو نتوما، جوج او ثلاثه او لا اكثر، فعلى حسب العلو ديال الجينواز ديالكم. كتشوفوا هذه هي الاداه باش كنقسم، فصراحه يعني كتقسم لينا الجينواز ديالنا بطريقه رائعه جدا، فكنتحكموا يعني في القياس اللي حنا بغينا. وفقط كنبداو نمرروها يعني كنديوها وكنجيبوها وكتمشي، يعني كتقسم لينا الجينواز بطريقه رائعه. فموجودة كتباع يعني في المحلات، أيضا في محلات مستلزمات الحلويات تلقاوها عندهم. بالنسبة للمقادير ديال هاد لاجينواز، فأنا استعملت مقادير ديال 8 ديال البيضات، لأنه كما كتشوفوا كبيرة يعني كتجي على شكل مستطيل على فورما ديال أكات، لأن الصورة اللي غادي نحطو عليها أو اللي غادي نديروها في الوجه ديالها فورما أكات. فأنا خديت العبارة ديال هذيك الصورة باش حضرت هاد لاجينواز. قسم لاجينواز ديالي فكنسقيها بالسيرو ديال القهوة اللي أنا حضرت. فهنا انا دائما ما كنسقيش بزاف لانه كتكون الجينواز خفيفه، فيعني ما كتحتاجش انها نسقيها بزاف، فقط شويه. هنا غادي نحضر واحد الطبقه اللي كتجي مقرمشه يعني كروستيونت كتجي في الكاطو، فخديت لا فيوتين تقريبا 150 غرام ديال لا فيوتين مع معلقه ديال الحليب مركز او الكراميل الحليب المركز المحلى، وايضا ضفت راس معلقه ديال بات تيراميسو، فدائما باش نبقاو في هذا لوغو ديال تيراميسو. وكنخلط هاد المكونات مزيان. الطبقه الاولى ديال لاجينواز ديالي في الاطار، يعني كنرجعها للاطار. طبعا هنا كنكون درت لها يعني داك السيبور اللي كيكون من الكارطون من التحت، باش هو اللي غيساعدني من بعد انني نهزها ونحطها في طبق التقليم. ثم كنوزع فوق منها الخليط ديال الفيوتين. هاد لافيوتين فهو يعني متوفر كيتباع في المحلات اللي كيبيع مواد الحلويات، هي رقائق مقرمشه يعني مذاقها لذيذ وكتكون مقرمشه. نحضروا دابا لا كريم، الكريمه اللي غادي نديروها بين طبقات ديال الكاطو ديالنا. فغادي نحضر كريمه ديال الجبن بالفاني اللي عادي اللي كتجي رائعه جدا وسهله التحضير. فكنحتاج 200 غرام اولا 200 مللتر ديال الكريمه سائله، انا هنا استعملتها حلوه. وكنحتاجوا 100 غرام ديال الجبن الابيض العادي مع ساشي ديال السكر فانيلا. كنضربوا هاد المكونات مع بعضها مزيان حتى كنحصلوا على كريمه شونتي اللي طالعه مزيان بمذاق الجبن والفاني. كنوضع كطبقه الكريمه ديالي فوق من لافيوتين كما كتشوفوا، وكنحاول انني نقاد الطبقه ديال الكريم مزيان. ثم كنوضع الطبقه الثانيه ديال لاجينواز، ايضا طبقه ديال كريمه الجبن، وكنسرحها مزيان. دي هاد الحبيبات، فهادو حبيبات ديال الكاكاو، يعني مذاقهم فيه المرورة شوية يعني بمذاق الكاكاو رائع جدا. فهنا غادي نوضعهم ولا غادي نرشهم فوق من لاكريم. ممكن ايضا ترشو يعني غير حبيبات الشوكولا ولا لي بيبيت شوكولا. ايضا عندي هادو حبيبات ديال الكراميل بمذاق الكراميل كما كتشوفوا، ايضا اللون ديالهم لون الكراميل، حتى هما غادي نرشهم بنفس الطريقة. ثم كنوضع في الاخير الطبقه الاخيره ديال الجينواز، وكندخل الكاطو ديالي للثلاجه حتى كيتماسك مزيان اولا الكريم كتماسك مزيان. غادي نغطي الكاطو ديالي بلا غاناش. فهنا
بالنسبه للوصفه ديال لاكاناش غادي نخليها لكم في صندوق الوصف، يعني ديجا ننزلها لكم في القناه، كنغطيوه كامل يعني في الوجه ديالو ايضا الجوانب. مباشره قبل ما يجمد لينا لاكاناش كنزين الجوانب بلا فيوتين، فهنا كيبقى لكم اختيار، ممكن تزينو بلوز ايفيلي او لا بلوز كونكاسي، فليكم الاختيار يعني بالاشياء اللي متوفره عندكم في البيت. الشكل ديال لو غاتو ديالنا بعد ما زينتو بلا فيوتين، دابا غادي نحط الصوره لان محضره يعني الصوره كما قلت لكم يعني في بدايه الفيديو، لانه كان الغاتو بمناسبه لقاء الاتحاديات براديو اصوات، فانا حضرت هذه الصوره، فهي صوره اللي كتجمع لي لوغو بزوج ديال راديو اصوات وايضا ديال اتحاد اليوتيوبرز المغربيه لفن الطبخ، فانا حاولت انني جمعتهم في صوره كما كتشوفوا. بالنسبه لهاد الصور فيعني كتحضروها على حسب المناسبه ديالكم، فاذا كانت مناسبه ديال عيد ميلاد وليداتكم ممكن تحطوا الصوره ديالهم، يعني كيبقى لكم الاختيار. فانا هاد الصوره كما كتشوفوا انها على عجين السكر وماشي الفوي دازيم، ثم كنحاول انني نقادها على الكاطون مزيان بعجين السكر. حضرت هاد الاشكال في هاد السيليكون و سوبودريتهم بهاد البودر الذهبيه، فان شاء الله غادي نوريكم يعني في فيديو اخر كيفاش يعني كنحضروهم وكنزين بهم الجوانب، ونتلاقاو وشوفوا الشكل النهائي ديال الكاطو ديالنا. اذا هذا الشكل النهائي ديال الكاطو ديالنا، يعني كاطو اللي ممكن تحضروه بسرعه وبطريقه سهله للمناسبات ديالكم، اعياد ميلاد او لمناسبات اخرى، سهل التحضير وكما شفتوا يعني النتيجه كتكون رائعه. ولا يعجبكم الفيديو ما تنسوش لايك تعليق اشتراك في القناه، وايضا مزيد المواصفات زوروا الموقع اللي هو www.cuisineomnidal.com، وما تنسوش تنضموا صفحتي على الفيسبوك اللي هي شيوات اومنيدال سواء بالعربيه ولا الفرنسيه. ومرحبا بكم دائما وبالصحه والراحه.